العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء، الحلقة رقم 69. مساء الخير على كل طلابنا الأعزاء، مساء الخير على كل مدرسي اللغة الإنجليزية على مستوى الجمهورية اللي هيتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. النهاردة هيكون في ضيافتنا أحد كوادر اللغة الإنجليزية على مستوى الجمهورية، معانا مستر رمضان التركي. صباح الخير. صباح الخير مستر احمد. صباح الخير. الخير الحمد لله بخير. تمام. صباح الخير. معانا طبعا احد كوادر اللغه الانجليزيه مستر خالد عطيه. صباح الخير مستر احمد، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك؟ الحمد لله يا فندم تمام. كل سنه وانتم بخير. وهتشرفونا كالعاده ان شاء الله. والنهارده اساتذتنا الافاضل عاملين لنا ريفيجن على يونتس 6 و7 و8، هنشوفها معاهم دلوقتي. بس قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا، اساتذتنا الافاضل عندهم تنويه عن كتاب مدرس على الهواء اللي هو اوريدي دلوقتي يعتبر موجود في كل منافس التوزيع على مستوى الجمهوريه. اتفضل يا مستر رمضان. اولاد طبعا كتاب مدرس على الهواء من الكتب القيمه جدا اللي بتحتوي على كل مواد القسم الادبي والقسم العلمي، طبعا اعداد نخبه متميزه جدا من المدرسين، فاحرص على اقتناء الكتاب ده. الكتاب ده وافي جدا واسئلته على النظام الحديث وطبقا للنظام الجديد بتاع الامتحانات. طبعا نتمنى الناس كلها تستفيد بيه، ونتمنى الناس كلها طبعا تقتني هذا الكتاب، لانه بصراحه هو مرجع مش كتاب بس. احسنت يا استاذ رمضان. مستر خالد عطيه، تحب تقول يعني كده؟ صباح الخير جميعا، صباح الخير على مصر كلها، وان شاء الله ايام تعدي على مصر بخير باذن الله، ووفقكم الله وعافاكم باذن الله. كنت حابب بس انوه عن الكتاب. الكتاب فعلا يا جماعه زي ما مستر رمضان ومستر احمد تفضلوا وقالوا، كتاب يعتبر مرجع. انا هاخدها يعني هغش الكلمه مستر رمضان، هو فعلا مرجع مش كتاب، لانه فيه اكسرسايزز كتيره. واهم حاجه انتوا عارفين طبعا براكتس ميكس بيرفكت، يعني لازم نحل كتير عشان نتمكن، لان خلي بالك الحل الكتير اهم من المذاكره الكتير. يعني ممكن تذاكر كويس بس لو ما بتحلش كتير مش هتجيب درجه كويسه. فالكتاب قايم اساسا على كم اكسرسايزز رهيب، وطبعا كله قايم على النظام الجديد بالافكار الجديده، الاستنتاج بقى، ديدكشن وتحليل اناليسز والحاجات دي كلها. فان شاء الله يا رب نكون موفقين في اعداده، وطبعا خلص الامنيات لكل الزملاء على جهدهم، وخلص الشكر اليوم على جهدهم، وبالتوفيق ان شاء الله. احسنت مستر خالد. وطبعا زي ما ضم صوت المستر رمضان ومستر خالد، بالنسبه قلنا الكتاب في كتاب خاص بالمواد العلميه اللي هو بيشتمل على المواد العلميه زي فيزياء، كيمياء، احياء، جيولوجيا، رياضيات، بالاضافه للغات انجليزي، عربي، الماني، فرنساوي، ايطالي. ده بالنسبه الكتاب اللي هو الخاص بالقسم العلمي. الكتاب اللي هو الخاص بالقسم الادبي بيحتوي على المواد الادبيه زي جغرافيا، تاريخ، علم نفس واجتماع، فلسفه ومنطق، بالاضافه للغات عربي، انجليزي، فرنساوي، ايطالي، الماني. تمام. وطبعا زي ما قلنا الكتاب يعتبر موجود في كل منافذ التوزيع على مستوى الجمهوريه، والطرق اللي هي السلسه بالنسبه للحصول على الكتاب يا اما من خلال الاتصال المباشر بالنسبه لمؤلفين الكتاب، او الاتصال بالرقم اللي هو بيظهر في اداره البرنامج على الشاشه. هنتمنى لكم ان شاء الله حلقه موفقه مع اساتذتنا الافاضل. اتفضل مستر رمضان. ليه برضه تعليق بسيط جدا يا مستر احمد. الكتاب يا جماعه سعره رمزي جدا مقارنه بالماده العلميه اللي فيه. لا السعر رمزي جدا، يعني ثمنه كلام فاضي باللغه بتاعتنا كده يعني. تمام مستر رمضان. ثمنه رمزي جدا. تمام. نستاذن المخرج الجميل بتاعنا يجيب لنا بيج نمبر 1. اتفضل يا مستر رمضان. بص يا حبيبي، احنا النهارده هنراجع الاكتف والباسف والكوزيتيف. زي ما احنا عارفين دول ثلاث موضوعات مهمه جدا، والاكتف والباسف ده موضوع لوحده، والكوزيتيف موضوع لوحده، من حاجات الامتحانات الجميله جدا واللي بتيجي كتير جدا في الامتحان. لو انا بدات اتكلم عن الاكتف، يعني ايه جمله الاكتف في الاول؟ الاكتف هبص على جمله كده فيها سبجكت ولا فيها فيرب في اي زمن من الازمنه في اي تنس ولا فيها اوبجكت، يبقى انا كده جمله سبجكت وفيرب اوبجكت. لو انا حبيت اقول مثال مثلا كده، ايه جمله الاكتيف؟ اتس نيسيسري تو سي هو داز ذا اكشن. طبعا ضروري جدا اقول مين اللي عمل الحاجه، مين اللي قام بالفعل ده. اما اقول مثلا انا مثلا اي هيلبت ماي ماذر، يبقى مين اللي ساعدها؟ انا اللي ساعدتها. طب اي واتشد ا نيو فيلم، مين اللي شاف الفيلم؟ انا اللي شفت الفيلم. دي جمله الاكتيف. طب عشان احول لباسيف، اول حاجه للطالب عشان تبقى طالب ذكي جدا، بص على التشويس، على الاربع اختيارات. هتطلع الاربع اختيارات بيتكلموا عن تنس واحد، زمن واحد. هتلاقي مثلا بيتكلم عن ستادي، ستادد، هاد ستادد، هاد بين ستادد. يبقى انا هلاقي الاختيارات شبه بعض. هبص على التنس بتاع الجمله، هبص على الجمله شكلها، هلاقي سبيس. ايه اللي بعد السبيس؟ مش هلاقي اوبجكت، مش هلاقي لا اسم ولا ضمير. يبقى انا عندي بالنسبه لجمله الاكتف اتس نيسيسري تو سي هو داز ذا اكشن، لازم نقول مين اللي عمل الحاجه. دي حاجه، ادي واحده. الحاجه الثانيه هلاقي بعد السبيس مفيش اوبجكت، نو اوبجكت، يبقى دي جمله ايه؟ باسيف. عندنا الباسيف بتاع ازمنه البيرفكت، عندنا كام زمن في البيرفكت؟ عندنا البريزنت بيرفكت، وعندنا الباست بيرفكت،
وعندنا البريزنت بيرفكت كونتينيوس والباست بيرفكت كونتينيوس وعندنا الفيوتشر بيرفكت. لازم ابقى بحافظ الكيوردز بتاع كل زمن. يبقى انا النهارده عشان احل على البريزنت بيرفكت او الباست بيرفكت او الفيوتشر بيرفكت لازم احفظ كلمات كل ايه كل زمن. نبدا باول زمن الباسيف. اهو يا اولاد الباسيف جملته بتتكون من الاوبجكت. ايه اللي بعد الاوبجكت؟ لازم الاقي اي ام از ار ووز وير يا اما بين يا اما بي يا اما بينج والباست بارتيسيبل وبعدين في اخر جمله مش هلاقي ايه مفعول. ناخد البريزنت بيرفكت والبريزنت بيرفكت كونتينيوس تحويلهم في الباسيف هو نفس التحويل. البريزنت بيرفكت والبريزنت بيرفكت كونتينيوس نفس الزمن. هنبدا بالاوبجكت هلاقي هاز وهاف وراهم بين والتصريف الثالث هاز وهاف بين والباست بارتيسيبل. ايه الكلمات الداله على البريزنت بيرفكت؟ عندي ليتلي ريسنتلي سينس فور جاست يت اوريدي سو فار اب تو ناو اوفر ان ريسنت تايمز نيفر وايفر. وكمان حاجه ثانيه عندما لا يتحدد وقت حدوث الحدث دي مهمه جدا. تمام. الجمله اللي ما فيهاش كي ورد على زمن بتبقى بريزنت ايه بيرفكت. عاملين مثال بسيط جدا ادي مين سكولز. مين سكولز جمع خدت هاف وبعد هاف بين بيلت ان اور اريا. ليه انا خدت هاف بين بيلت؟ عشان عندي كلمه ايه ريسنتلي. خلي بالنا ان الكورس بتاع الازمان هي اللي هتحل لنا الجمله بعد كده. الجمله الثانيه الباست بيرفكت والباست بيرفكت كونتينيوس. طب ايه الكلمات ايه الكورس بتاعته؟ افتر وبيفور وبيكوز واز وسنس وتيل وانتل اللي هي الجوينرز اللينكرز الكونجنكشنز ادوات الربط كلها. طب الباسيف بتاعه ايه؟ هاد بين والباست بارتيسيبل. يبقى انا ملاقي كلمه من دول والجمله في الباسيف هختار هاد بين والباست بارتيسيبل. المثال اللي عندنا ذا كار واز بوت العربيه اشتريت امتى؟ از سون از وراها باست بيرفكت. طب الجمله دي ما فيهاش اوبجكت يبقى از سون از ذا ماني هاد بين سيفد. هاد بين ايه؟ سيفد. اخر زمن عندنا في ازمنه البيرفكت الفيوتشر بيرفكت. الكلمات الداله عليه باي واي كلمه في المستقبل باي 2030 باي 2050 باي ذا اند اوف ذا ويك باي تومورو وعندي ان 3 ييرز تايمز ان 2 ييرز تايمز. طب الباسيف بتاعه يا مستر ويل هاف بين والباست بارتيسيبل. وطبعا الجمله ما فيهاش اوبجكت. المثال اللي عندنا الوت اوف بريدجز ويل هاف بين بيلت ان ايجيبت باي 2022. تمام كده يا اولاد ده كده ازمنه التام. ومعانا مستر خالد طبعا هنقول لنا الاكسرسايز اللي عليه. السلام عليكم يا جماعه. طبعا زي ما تفضل الزميل الفاضل مستر رمضان وشرح الباسيف هقول بس ان انا كطالب اعرف منين ان الجمله دي باسيف في وسط الجمل اخر السنه. عاده زي ما مستر رمضان تفضل وقال ان الجمله هتبدا بالاوبجكت يا جماعه المفعول وممكن بيبقى انيميت اور ان انيميت يعني عاقل او غير عاقل. تمام؟ لان بعض الناس فاكره المفعول غير عاقل بس لا هو ممكن يبقى عاقل او غير ايه عاقل. اوكي. طيب تاخد بالك لما تلاقي الكلام عايز تقوله بالضمه اعرف ان ده باسيف. يعني زي ما اقول مثلا شوهد الفيلم. تمام؟ عوقب احمد. اوكي. هاجي مثلا اقول ارسل الخطاب كتب الدرس. بمعنى تعال بقى نطبق عشان ايه نبقى عمليين اكتر. نمبر 1 هنبص كده على بيج 1. تمام. My lessons space in my notes recently. بيقول لي الدروس بتاعتي in my notes recently يعني اتكتبت. اوكي. او مش هنقولها بقى اتكتبت يا جماعه هنقول ايه ضم الكاف كتبت. فلما نقول الكلمه بالضمه ندور على شرط الباسيف. شرط الباسيف لو نفتكره مع بعض فيرب تو بي وتصريف ثالث زي ما مستر رمضان قال يبقى بي وبي بي اللي هي have been written ولا wrote ولا have written ولا write. ما عنديش ولا واحده فيها فيرب تو بي وتصريف ثالث غير اقول هاف بين ريتن. تمام. كمان في كلمه ريسنتلي سامع الناس بتقول اهو بتدل على البريزنت بيرفكت. تمام. يبقى هاف بين ريتن او هاف ريتن بس عشان باديه بالمفعول كتبت الدروس يبقى هاف بين ريتن. طيب نيكست افتر ذا ليتر سبيس باي ذا سيكرتري تو سنت ارسل الخطاب يعني او الخطاب ارسل بعدما كتب ولا كتب؟ ايوه كتب. لما نقول بقى الكلمة بالضمة ندور على verb to be وتصريف ثالث have written had written had been written write ها huh? which one do you think؟ تمام exactly the answer is number C had been written كتب. طيب طالب يقولي بس after بيجي وراها had وبي بي عادة يعني had written. هو ايه الفرق بين had written و had been written؟ had written معناها كتب اما had been written عشان دخل فيها verb to be وتصريف ثالث فنقولها ايه كتب. تمام عشان كده نمبر 2 had been written. نمبر 3 by 2021
اللي هي سنه لسه ما جاتش، تمام؟ ما احنا احنا في اخرها اهو، في اخر 2020 يعني. لما بنلاقي يا جماعه بايو فيوتشر باي نيكست ويك مثلا باي 2050، اي بايو فيوتشر هناخد ويل هاف وبي بي في الاكتيف او في الباسيف، ويل هاف بن وبي بي. فبيقول لي اكيور فور كوفيد 19، علاج للكوفيد 19، ويل هاف ويل بي ديسكفرد ولا وود ديسكفر ولا ويل هاف بن ديسكفرد ولا ويل ديسكفرد. اوكي، قلنا لسه قايلين لما نلاقي باي بستعمل ويل هاف اللي هي نمبر سي، ويل هاف بن ديسكفرد يعني سيكتشف. نمبر 4، all the tickets before we go to the booking window. عايز اقول التذاكر اتباعت، او باللغه العربيه بيعت التذاكر، تم بيعها يعني. اوكي، وعندي في بيفور في النص زي ما انتم شايفين. طالما في بيفور دي عكس افتر، ايوه بيجي قبلها هاد وبي بي، يبقى الاجابه هاف بين سولد ولا ار سولد؟ هاز بين سولد، سولد، ها ويتش وان؟ تمام، الاولى هاد بين سولد. ليتس سي نمبر 5، فيلم Space by millions of people since it was made in 1968. الفيلم شو، بص بقى هنقول ايه؟ شوهد الفيلم. لما نقول يا جماعه الكلمه بتضمه كده، طلابنا زي ما قلنا نعمل ايه؟ ندور على حاجه اسمها بي وبي بي، يعني فيرب تو بي وتصريف ثالث. حتى لو جالك بي بي انت مش فاهم معناه ايه، تمام؟ عندي الاولى فيرب تو بي وبي بي، واز واتشد، وعندي هاز بين واتشد، وهاد بين واتشد، وار واتشد. طب ده كلهم فيرب تو بي وبي بي. ايوه، ما انت لو ركزت في الجمله ممكن تلمح في النص كلمة since، اهي قدامنا في الورقة كلمة since اللي بيجي دايما قبلها present perfect زي ما المستر لسه شارحها، يعني have و has، وبالتالي اجابتك هتبقى نمبر ها بي، تمام، has been watched. ونشوف مستر رمضان يكمل معانا البريزنت سمبل في او الباسيف. اتفضل يا مستر. زي ما المستر خالد، جملة الباسيف برضه بتاعتنا في البريزنت كونتينيوس بسيطة قوي وسهلة قوي. طب أنا برضه هبص على الكيورز بتاع الأزمنة، يا جماعة لو سمحتوا الكيورز بتاع الأزمنة دي أهم حاجة، أهم حاجة الكيورز بتاع الزمن، لأن هو في الامتحان زي ما المستر خالد ممكن يجيب لي كلمة واحدة باسف، فبختار ما فيش غيرها، أوكي. وممكن يجيب له جملة زي الجملة الأخيرة فيها أربع اختيارات باسف، A وB وC وD باسف، فلازم أركز على الكيورد اللي موجودة في الجملة. طب أنا هلاقي في الجملة لوك أو ليسن، لوك وليسن، وعندي ناو، وعندي at the moment أو at this moment، وعندي ستيل، وعندي توداي. الكلمات دي كلمات ايه؟ ايوه البريزنت كونتينيوس. يبقى انا مضطر اختار ايه في الباسف برضه؟ اما الاقي الكلمه مضمومه زي قال مستر خالد، اما الاقي الجمله ما فيهاش اوبجكت هختار ايه؟ ام از ار، وراهم بينج والباست بارتيسيبل. يبقى انا اختار ام از ار وبينج والباست ايه؟ بارتيسيبل. المثال اللي عندنا في الورقه بتاعتنا قدامنا على الشاشه، ذا تشيلدرن ار بينج تيكن، ذا تشيلدرن ار بينج تيكن تو ذا بارك today. ليه؟ عشان today فخدنا اربينج ايه؟ تيكن، لعدم وجود ليه الاوبجكت. يبقى الاولاد اخذوا الى المنتزه اليوم. الباست كونتينوس يا اولاد زي ما احنا عارفين الباست كونتينوس من كلماته الداله عليه، نقول تاني مع بعض بقى كده، وايل واز وجاست از وين. يعني انا لما اشوف وايل واز وجاست از وين، وخلي بالنا كمان اما الاقي مع يسترداي زمن محدد، ات 8 اوكلوك يسترداي، اول ذا دي يسترداي، اول ذا دي ذيس مورنينج، دي برضو كيوردز تدل على الباست كونتينوس. طب انا خلاص عرفت ان الجمله باست كونتينوس، وعرفت انها باسف لعدم وجود الاوبجكت، خلاص يبقى اختار مين؟ ووز وير بينج والباست بارتيسيبل، ووز وير بينج والباست بارتيسيبل. المثال ذا بوك ووز بينج ريد باي ذا بوي وين ذا لايت وينت، ده حدث قطع حدث، اما الكهرباء قطعت كان الولد ده قاعد يقرا الايه؟ الكتاب. الكتاب كان يقرا زي ما قال مستر خالد، كان يقرا عندما انقطعت الكهرباء. تمام، عندنا كام جملة اختياري كده مع بعض. نمبر 1، The new capital projects، مشروعات العاصمة الجديدة، space out to achieve progress. هبص على الأربع اختيارات، are carrying، carried، are being carried، carry. الطالب الشاطر قوي أما لا الاختيارات كده متشابهة دي جملة جرامر. طيب إيه اللي بعد السبيس out؟ حرف جر، والفعل مضمون زي ما قال مستر خالد في ضمة، خلاص كده نفذت. طب نفذت تبقى ايه؟ تبقى جمله باسف. طب جمله باسف هل ار كارينج ولا كارد ولا ار بين كارد ولا كاري؟ هي واحده بس اللي قدامنا باسف، والباسف يتكون من ام ويز وار ووز وير بي بينج والباست بارتيسيبل. يبقى انا ما قداميش غير لتر سي، ار بينج كارد. نمبر 2، اي بورد ماي براذر واتش وايل ماين سبيس. هل هنا ووز ريبيرد باسف،
از ريبيرد باسيف ووز بينج ريبيرد باسيف. ريبيرد هي الوحيده اللي مش باسيف. طب ايه اللي عرفك انها باسيف؟ انا ملاحظ ان بعد السبيس مفيش مفعول، مفيش اوبجكت، يعني جمله ناقصه، يبقى جمله مجهوله. طب المجهوله، طب انا عندي ووز ريبيرد باسيف، ووز ريبيرد باسيف، ووز بينج ريبيرد باسيف. طب الجمله فيها وايل، ايه اللي ورا وايل؟ وايل واز وجاست از، الثلاثي دول وراهم باست كونتينيوس. باست ايه؟ كونتينيوس. طب الباست كونتينيوس في الباسيف؟ ايوه، زي ما انا سامع واحد بيقول لي فيها بينج والباست بارتيسيبل، يبقى نختار ليتر سي ووز بينج ريبيرد. نمبر 3، when we arrived at the hotel، اما وصلنا الفندق او الروم سبيس، برضو دي باسيف لعدم وجود المفعول. الحجره بتاعتنا كانت تجهز، كانت تجهز، فيها ضمه زي ما عمل مستر خالد، يبقى دي جمله مجهوله. هنبص هاد ريبيرد، هاد بريبيرد، بريبيرد ووز بريبيرنج ووز بينج بريبيرد، هي الوحيده اللي باسيف ليتر دي ووز بينج بريبيرد. نمبر 4، my new car spaced in the park now. اه ناو دي من البريزنت كونتينوس. هل ووز كلين؟ ما ينفعش عشان ناو. از كلين طبعا دي عايز افري ويجوال وسام تايمز واوفن البريزنت سمبل، ما تنفعش. يبقى ليتر سي از بينج كلين عشان دي مضارع مستمر. ننتقل لمستر خالد عطيه ونشوف مع بعض بيج نمبر 4. اتفضل يا مستر خالد. بيج نمبر 4 يا جماعه هنلاقي في الباسيف جزء خاص ببريزنت سمبل. بريزنت سمبل طبعا اللي هو فيرست كونجيوجيشن او التصريف الاول، تمام؟ ان كانت الجمله فيها بريزنت سمبل زي ما مكتوب قدام حضراتكم على الشاشه كده، بنجيب طبيعي بنبدا بالاوبجكت اللي قلنا عاقل او غير عاقل، ثم فيرب تو بي في البريزنت لاني بتكلم على البريزنت، يعني ام وايز وار وبي بي، تمام؟ ودي الكيوردز قديمه طبعا انت عارفها، يوجوالي اولويز سام تايمز الكلام ده. اوكي، بمعنى بص الجمله المثال اللي تحتها، ا شورت ستوري كومبيتيشن، يعني مسابقه للقصه القصيره. انا عندي فعل اسمه اورجنايز معناه ينظم، بس مش هقول المسابقه تنظم نفسها، هي باللغه العربيه اسمها ايه؟ ضم الت تنظم. لما نقولها كده بالضمه لازم اجيب بي وبي بي اللي هم شرطين الباسيف، يعني فيرب تو بي وبي بي، عشان كده مكتوب قدامك is organized. اهو الجمله الشاشه جات لك تاني اهي، is organized تنظم. واكيد طبعا معظمنا عارف عند وجود كلمه باي ان دي عاده تشير الى الايه؟ الباسيف، تمام؟ باي واي بقى سبجكت بعدي باي اور سكول، ودي كمان كلمه every year قدامك او every day او ايا كان، تمام؟ ده البريزنت سيمبل. طبعا احنا بنختصر الموضوع عشان اهم حاجه الحل، والكلام ده انت اكيد ايه عارفه. الباست سيمبل بقى بالمنطق كده البريزنت كان ام ويز وار وبي بي، يبقى الباست سيمبل هيكون ايه بالظبط؟ ووز اوير وبي بي، يعني بدل كلمه كيلد هنقولها واز كيلد، بدل كلمه مثلا روت هنخليها واز ريتن او ريتن. اوكي، بمعنى لو بصينا كده على ماي سكول واز بيلت 10 ييرز اجو، طب هي معنى الجمله دي ايه؟ مدرستي اتبنت من 10 سنين. بلاش تقولها كده عشان تفهمها، بص يا تقولها بنت يا بنيت. انت عايز تقول المدرسه بنت ولا بنيت؟ ايوه بنيت. طالما قلتها بالضمه يبقى لازم تختار فيرب تو بي وتصريف ثالث، عشان كده المثال مكتوب فيه واز بيلت بنيت. طيب تعال نطبق، انا عارف انكم الى حد ما دول بس يعني ازمنه بسيطه، سيمبل والباس سيمبل والبريزنت سيمبل. نشوف نمبر 1 كده بتقول ايه؟ ذا كوز اوف ذا فاير، يعني سبب الحريقه، didn't know، wasn't knowing، wasn't known، is knowing، تمام؟ عايز يقول ايه؟ سبب الحريقه لم يعرف، اللي هي بالبلدي مش معروف او ما كانش معروف يعني. قلنا لما نقول يعرف بالضمه ندور على فيرب تو بي وتصريف ثالث، اللي هي فين بقى؟ تمام اكزاكتلي نمبر سي wasn't known. اوكي نيكست، باي سكيلز باي ذا جيرمان، لا دي الجمله دي سهله. ليه؟ لان في كلمه باي، وباي ريفيرس تو باسيف بتدل على الباسيف، وايه شرط الباسيف؟ بي وبي بي، يبقى يا اما سي يا اما دي. بص وير انفيرتد، وير انفنتد، واز انفنتد. طب الفرق اكيد انت عارف، وز المفرد وير للجمع، باي سكيلز جمع يبقى وير انفنتد. طب نشوف نمبر 3، all the novels which by محفوظ are valuable. عايز اقول بالعربي ايه الاول افهم اللي بقوله؟ كل القصص التي كتبت ولا كتبت بواسطه نجيب محفوظ؟ ايوه كتبت. طالما قلنا كده ندور على فيرب تو بي وتصريف ثالث، حلها انت بقى، بص في الاربع اختيارات وحل لي فيرب تو بي وبي بي. تمام مفيش غير الاولى which were written، تمام. طب the last one، we space to leave the place of the meeting early yesterday. طيب هي تيل يعني يخبر، هو عايز يقول احنا
أخبرنا، اللي هي بالبلدي كده اتقلنا يعني حد قلنا، بس هي باللغة العربية نقولها ايه؟ أخبرنا. ويسترداي بتدل على البسط، يبقى أنا عايز فيربي تو بي في الماضي والبي بي الباست بارتيسيبل التصريف الثالث اللي هي فين بقى؟ وير تولد ولا تولد ولا ويل تيل ولا ار تولد؟ تمام، الأولى وير تولد. And that's all concerning present and past simple. وده كل موضوع البريزنت والباست سيمبل في الباسيف. طبعا احنا بنختصر الموضوع عشان نلحق نديكوا اكبر قدر ممكن من الشرح. ننتقل بقى لمستر رمضان. اتفضل يا مستر. اتفضل يا مستر رمضان. اخر مواضيعنا في الاكتب والباسيف في يونت 6 و 7، وكده خلصنا الباسيف في البريزنت والباست. هضيف بقى حاجه ثانيه لمستر خالد، الضمه. هفترض بقى واحد مش عارف يترجم، واحد ما بيعرفش يترجم، وده وارد، او جمله فيها كلمه صعبه في الترجمه، وده وارد معايا مستر خالد؟ تمام يا مستر. وارد ان احنا نلاقي طالب مش عارف يترجم، أيوة بالظبط، او كلمه صعبه في الترجمه، او الجمله غريبه عليه. تمام. كانوا يعلمونا بقى زمان، يقول لك احنا بنعرف جمله الباسف هي بادئه بالايه؟ بالاوبجكت. وزي قال، زي ما قال مستر خالد، ممكن يبقى عاقل وممكن يبقى غير عاقل، وممكن يبقى اسم شيء، ممكن يبقى اسم انسان، عادي جدا. خلاص تمام زي الفل. كانوا يقولوا لنا بعد السبيس هتلاقي اربع حاجات كده لو انت ما بتعرفش تترجم. بريبوزيشن حرف جر، زي باي، زي تو، زي انتو، يبقى دي جمله باسف. ممكن تلاقي جوينر، زي ذات، ذات، خلي بالك من ذات دي، زي ات مع ذات. تمام، ادي واحده. زي مثلا افتر، زي بيفور، زي تيل، زي انتل. يبقى انا عندي اول حاجه بريبوزيشن، وتاني حاجه ايه؟ جوينر. تالت حاجه اما تلاقي فل ستوب، يعني جمله انتهت. طب ما تقول بقى المختصر نو اوبجكت، زي ما قلنا في الاول، زي ما قال مستر خالد. تمام. يبقى انا عندي الطالب الضعيف حرف جر واداه ربط وفل ستوب نو اوبجكت، يبقى دي جمله ايه؟ باسف. الاختيارات اللي تحت بتتكلم على فيرب واحد، فعل واحد، مثلا بريبير، بريبيرد، بريبيرنج، ويل بريبير، ويل. فانت في فيرب واحد جمله فيها حرف جر اداه ربط فل ستوب، ادي جمله ايه؟ باسف. بص بقى الفيوتشر وازمنه الفيوتشر، ده مش الفيوتشر وبس، كل المودلز. احنا هنبدا بالاوبجكت. عندي بقى لو بصينا كده قدامنا على الشاشه، عندي ادي ويل، هتبقى ويل بي. طب وود، وود بي. كان، كان بي. كود، كود بي. may، may be. might be، shall be، should be، ought to be. عندي must عشان ده مودل برضو، يجب ان، must be. طب have to، have to be، مش have لوحدها، have to، have to be، has to be، had to be. عندي is to be اللي هو verb to be مع to، يعني is to be و are to be و where to be و am to be، دي معناهم كان يجب ان او يجب ان في present والpast. عندي about to، عندي be supposed to، عندي كمان needn't، عندي want to. الناس قدامها الشاشة، احفظ شكل المودل دي كلها. تمام. في الباسيف وراهم بي والباست بارتيسيبل. يبقى انا لو لقيت جمله فيوتشر بي والباست بارتيسيبل، لقيت مودل من دول كلهم بي والباست بارتيسيبل. نشوف بقى الامثله اللي قدامنا، او المثال اللي قدامنا. ذيس تابلتس، مالها؟ شود بي تيكن بيفور ميلز. البرشام او حبوب الدواء دي يجب ان تؤخذ قبل الاكل. لو انا حسيت بعد تيكن هلاقي بيفور اداه ربط، احنا قلنا فل ستوب اداه ربط، ايوه، حرف جر، نو اوبجكت، يبقى دي جمله ايه؟ بس يبقى هنا بقت ايه؟ should be taken. شوف الاكسرسايز، choose the correct answers. the mechanic said to علي your car space tomorrow. فين الاوبجكت؟ ما فيش اوبجكت، يبقى دي جمله ايه؟ very good. جمله ايه؟ passive. طب الباسيف، will service، will be serviced، was being serviced، can service. هشطب الاولى والاخيره. عندي يا بي يا سي، was being دي بتاع while، واز وجاست از، دول مش موجودين. طب انا عندي هنا ايه؟ tomorrow، يبقى will be serviced، دي في الفوتشر. very good. نمبر 2، most of our shopping، most of our shopping، معظم مشترياتنا، done on، ادي on هنا ايه؟ حرف جر. كمل. the internet in the coming few years، in the coming، في السنوات الايه؟ القادمه. يبقى دي معناها future. تمام، future. هل هنختار will ولا will have ولا will be ولا shouldn't؟ طب shouldn't ما وراهاش be. طب will have عايزه been، will have been، will عايزه be برضه، يبقى ما قداميش غير مين؟ will be done. later see. وي وادي السبيس وراها تو، احنا قلنا ايه يا اولاد؟ حرف جر اداه ربط فل ستوب، تبقى جمله ايه؟ باسف. فين الباسف في دول؟ شودنت، وير سبوزد، سبوزد، ار سبوزد. عندي تو باسف، عندي ار سبوزد، وير سبوزد، عندي واحده في البسط، واحده في البريزنت. طب ما تكمل بقيه الجمله، كمل بقيه الجمله. ها، تو تيك ذا باص، تو شرم ذيس مورنينج، بط ذا تريب ووز كانسلد. ووز ايه؟ كانسلد. يبقى دي ماضي، دي جمله ايه؟ باست. يبقى نختار مين؟ where supposed. number 4، the result of the exam will not، احنا قايلين until اداه ربط. طب اداه ربط، يبقى دي جمله ايه؟ باسف. will ورا ايه في الباسف؟
بي والباست بارتيسيبل. فين بي والباست بارتيسيبل؟ ليتر سي، بي ليتر دي، بي اناونسد، بي اناونسد. ماي كار از نوت وركينج ويل، ات نيدز. احنا متعلمين ان نيدز ونيدنت وراها بي والباست بارتيسيبل عشان دي جمله ايه؟ باسيف. باسيف ليه؟ عشان في تو بعد بعد السبيس، يبقى تو بي تيكن، ليتر بي. ننتقل للبيج نمبر 6 مع مستر خالد عطيه. اتفضل مستر خالد. بالنسبه يا جماعه بقى لبيج نمبر 6 بنتكلم على ده اختصار طبعا كده ليونت 8 اللي هو كوزيتيف اكتيف فورم. درس اسمه كوزيتيف، يعني ايه كوزيتيف؟ when someone does something for you، لما حد بيقوم ليك انت بايه؟ بفعله كده. هاخد انا جزء معين منه، مستر رمضان هياخد الجزء الثاني. هنتكلم على ان كان الاوبجكت بتاعنا هنا بقى someone، يعني انيميت، يعني عاقل، تمام؟ لو كان الكلام عاقل، لو بصينا كده على الشاشه هنلاقي الورقه ظهرت قدامنا اهي. شايف كلمه someone اللي في النص في الجدول؟ ايوه. بص جنبها، قبلها بقى مكتوب ايه؟ have او get بالظبط. طيب بعد have مكتوب infinitive مش كده؟ وget مكتوب بعد someone ايه؟ to infinitive. طيب بص يا عم، كل اللي هنحفظه هنحفظ الجملة دي. have معها مصدر، get to مصدر. هنحفظ ايه؟ have معها مصدر، get to مصدر، تمام؟ طبعا يا جماعة have او get هنا بمعنى ask persuade. when you ask someone to do something for you، تطلب من حد حاجة، او persuade او convince him، بتقنعه بالشيء ده. طيب قبل ما نحل هنقول ايه؟ have معها مصدر وget تو مصدر بالظبط. طب تعال نبص على نمبر 1. مام sometimes has Dina spare the cooking. عندي كلمة ايه؟ has، تمام؟ وادي الأوبجكت دينا، عاقل زي ما قلنا. طب احنا قلنا has معاها ايه؟ infinitive بالظبط. do to do done ولا ايه وبي؟ do to do. ها؟ has معاها مصدر يبقى do بالظبط. طيب بص next كده. the boss got the employee. بيقول لك ان الرئيس في الشغل يعني خلى الموظفين تشتغل لحد ايه؟ ليت ات نايت، يقعدوا يسهروا في الشغل يعني. تو ورك، بي وركينج، ورك، وركينج. احنا قلنا امبلويز اللي هم مين؟ الموظفين. عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل. طيب انا حافظ حاجه بتقول ايه؟ هاف معاها مصدر، جيت تو مصدر. عندي كلمه جيت، لا واحد يقول لي دي جوت. بص جيت، جيتس، از جيتنج، ويل جيت، وود جيت، جوت، ايا كان الايه الفورم بتاع الفعل، الزمن مش فارق يعني. هجيب تو انفينيتيف اللي هي بالظبط تو ورك. طب نيكست، وي شود هاف انجي سبيس اس سام ترين تيكتس. بيقول عايزين نخلي انجي يجيب لنا تذاكر القطر يعني، تمام. عندي انجي عاقل اهو، قبلها هاف، احنا قلنا هاف معاها مصدر بالظبط، يبقى الاجابه تمام. جيت الاولى، هايل. طب بص فور، ايل هاف ماي سيستر دي سيبورت اجين تومورو. انا هخلي اختي تكتب الايه؟ الريبورت دوت، التقرير ده بكره. ها عندي هاف ولا جيت؟ هاف. طب هاف معاها؟ طب حلها انت. ها تمام، رايت الاولى عشان هاف معاها انفينيتيف. نيكست، ماذر هاد دينا سبيس هير روم بيفور شي وينت اوت. ماما طلبت من دينا تروق الاوضه يعني قبل ما تخرج. طيب عندي هاد، انت قلت لنا هاف حبيبي، هاف وهاز وهاد وايز هافينج وهاز ويل بي هاف، اي حاجه من ريحه هاف يعني، او ايه او هاز او هاد، مش هيفرق الفورم بتاع الزمن. عندي هاد ودينا، يبقى عايز انفينيتيف اللي هي انهي واحده بقى؟ لو بصينا الفايف، تايدي ولا تو تايدي؟ تمام الاولى. نشوف اخر واحده، وي هاف جوت تو. هاف جوت تو يا جماعه معناها ماست، معناها هاف تو، معناها شود، بمعنى كده يعني يجب. جيت اور نيبرز سبيس بلاينج لاود ميوزك. بيقول لازم نقنع بقى ونطلب من جيراننا يبطلوا يشغلوا الموسيقى الايه؟ العالية دي. ببساطة عندك جيت ونيبرز اللي هم بيبول هو ليف نيكست يو، الجيران يعني، يبقى عندي جيت وعاقل. ها احنا قلنا هاف معاها مصدر وجيت معاها ايه؟ تو مصدر بالظبط، يبقى الإجابة stopped to stop stop stops. Which one do you think؟ تمام، نمبر بي to stop. That's all concerning this part. Now is Mr. Ramadan. تفضل مستر رمضان. شوف مع بعض البيج نمبر 7. الكوزيتيف في الباسيف فورم برضه يعني ايه؟ بص في الباسيف فورم ايه الكوزيتيف في الباسيف فورم؟ ما انا مش لازم اقول انا رحت للحلاق عشان اقص شعر يعني. مش لازم اقول انا جبت واحد نقاش عشان يعمل لنا الشقه نقاشه. طب انا ممكن طب بص انا لما اقول لواحد دلوقتي انا حلقت شعري، هو فهم
ان انا رحت فين؟ والله رحت للحلاق. طب انا بقول لواحد احنا عملنا شقه نقاشه، فهم ان احنا عملنا ايه؟ جبنا نقاشه عشان نعمل النقاشه. طب يا جماعه النهارده انا صلحت عربيتي، هو فهم ايه؟ ان انا رحت للميكانيكي عشان اصلح ايه؟ العربيه. فالباسيف الكوزيتيف في الباسيف مستر خالد قال ايه؟ هاز وجيت او هاف وجيت ورا سامون. فانا بقنعه، انا بقنع واحد ان يعمل لي حاجه او ان انا اقول له اعمل الحاجه دي. الكوزيتيف بقى انا مش عايز اقول اللي عمل الحاجه دي، فهحط السمثينج، هحط الحاجه اللي تخصني. هقول مثلا اي هاد ماي هير كات، اي هاد ماي هير كات، انا قصيت شعري. يبقى الكوزيتيف في الباسيف بيكون من ايه يا اولاد؟ السبجكت وبعد السبجكت عندي يا جيت يا هاف، يا جيت يا هاف، وبعدين الايه؟ اسم الشيء والباست بارتيسيبل. يعني نستأذنك يا استاذ رمضان فاصل قصير، فاصل قصير ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني واللغه الانجليزيه للثانويه العامه مع مستر رمضان التركي، اتفضل يا مستر. طيب احنا زي ما قلنا يا اولاد ان الكوزيتيف الشيء لازم اقول انا رحت للحلاق عشان احلق شعري، مش لازم اقول انا جبت الميكانيك عشان اصلح عربيتي، خلاص بقول انا صلحت عربيتي، انا حلقت شعري بالطريقه دي. طب بيتكون من ايه يا مستر؟ السبجكت، فيرب تو هاف في كل الازمنه، هاز وهاف وهاد والهاف وز هافينج الى اخره، وفيرب جيت في كل الازمنه، وراهم اسم الشيء بقى مش العاقل زي ما قال مستر خالد. ده هاف وجيت مع الاشياء باست بارتيسيبل، سهله دي. هاف وجيت وراهم شيء باست بارتيسيبل. المثال الاول اي جوت ماي هير. طب هنا جوت اهي وراها ماي هير، ماي هير ده اسم شيء، يبقى انا محتاج ايه؟ باست بارتيسيبل. لو كان عاقل يبقى مصدر طول مصدر، طب غير عاقل تصريف ايه؟ تالت. يبقى نختار مين؟ ايوه ليتر اي كات. فيري جود. دينا لاست ويك، خلي بالك من لاست هنا جمله باست. دينا لاست ويك، هل جيتس هير هاوس تو ديكوريت؟ والله لو كانت جيت عاقل كانت تبقى تو ديكوريت. ولا جوت هير هاوس تو ديكوريت؟ ولا هاز هير هاوس ديكوريتد؟ ولا هاد هير هاوس ديكوريتد؟ طبعا دي جمله باست، يبقى نختار ليتر. ايوه انا سامع واحد بيقول ليتر دي. فيري جود ليتر دي. افتر اي هاد سين دكتور انجي. طب افتر اي هاد سين، افتر وراها باست بيرفكت، الزمن الثاني باست سيمبل. فين الباست سيمبل؟ طب ما ديد انت هاف تمشي، وديد انت هاف بي تمشي، هاد انت لا هشطب سي، وديد انت برضو تمشي ليتر دي. طب انا بدور على هاف اسم شيء تصريف تالت، اول واحده هاف ورا اسم شيء بس وراه انفينيتيف تبقى غلط. بي هاف ورا اسم شيء اي ان جي برضو غلط، يبقى ليتر دي. ديدنت هاف ماي تيس تشيكد، didn't have اسم شيء تصريف تالت. نمبر 4 وي هاد، هاد وراها مين يا اولاد؟ اور هاوس. احنا قلنا مع الاشياء تصريف ايه؟ تالت. فين التصريف التالت؟ هل بينت ولا تو بينت ولا بينتد ولا بينتنج؟ اعتقد حد بيقول الليتر سي. فيري جود بينتد. وي نيد تو، طب نيد تو وراها انفينيتيف. طب انفينيتيف وانت كاتب اور كمبيوتر وبعدين وراها تصريف تالت، يبقى انا عايز يا اما جيت يا اما هاف عشان التصريف الايه؟ التالت. طب ميك وراها مفعول والانفينيتيف، ولت وراها مفعول انفينيتيف، وقلاو وراها مفعول طول انفينيتيف، هو ده مش غير مين؟ فيري جود. هاف اسم شيء تصريف تالت. واي دونت يو هاف يور موبايل؟ اد هاف ود يور موبايل، يبقى انا محتاج التصريف التالت. بص على الاختيارات. ايوه تمام فيكسد. فيري جود احسنت يا مستر رمضان. دلوقتي انا انتقل لبيج نمبر 9، وقبل ما نخش في البيج نمبر 9 دي مجموعه من الاكسرسايز اساتذتنا الافاضل يعتبر مجهزينها على الاكتيف والباسيف از هول، يعتبر بعض الاسئله متدرجه من حيث المستوى، فيا ريت نركز مع اساتذتنا الافاضل اثناء التحليل بتاع كل جمله. اتفضل مستر خالد. رجعنا لكم تاني يا جماعه. معانا دلوقتي زي ما قال مستر احمد سام جريدد اكسرسايزز، بعض الامثله المتدرجه كده اللي ممكن انا كطالب اتلخبط فيها شويه ويبقى عندي كونفيوجن. لو بصينا على نمبر 1 اهو الصفحه تظهر قدامك. وين ها وين هي كيم، وين هي كيم باك هي فاوند اوت ذات هيز ماني. طب نحاول نفهمها الاول. لما رجع اكتشف ان فلوسه، انا عايز اقول بالعربي سرقت سرقت ولا سرقت؟ مستر رمضان سرقت. بيرد عليا سرقت، بيقول لي عايز نقول سرقت المال او سرق المال. حدث الآدم بالظبط كده. لان زي ما بيقول مستر، اولا انا كطالب ممكن المح كلمه وين في الاول، فهقول دي بيجي معاها هاد وبيبي فاختار الاولى هاد ستولن. لا انا عايز اقول سرقت، يبقى لازم قلنا لما نقول الضمه يكون في فيرب تو بي، يعني تنفع سي ووز ستولن وتنفع بي هاد بين ستولن. مستر رمضان بقى هيقول لنا بقى هي هاد بين ستولن ولا ووز ستولن يا مستر؟ لا هاد بين ستولن طبعا يا مستر خالد. ليه هاد بين ستولن يا مستر ايوه خالد؟ ليه بقى؟ عشان هو اتسرق الاول وبعد ما هو رجع
وبعد ما رجع اكتشف ان بيته اتسرق، يبقى سرق اولا والاقدم هو الماضي الايه التام. تمام حبيبنا كده، اقدم زمن في اللغه الباست بيرفكت هو رقم واحد، وما ياتي بعده الباست ايه سيمبل. تمام مستر، يبقى زي ما المستر قال عشان ده الفيرست اكشن، الحدث الاول بيبقى هاد وبيبي. طيب نشوف نمبر 2 كده. I couldn't use my car because it had repaired, had been repaired, was being repaired, was repaired. هحاول افهم المينينج الاول. زي ما قلنا انا ما قدرتش استخدم عربيتي عشان او لانها، عايز اقول بالعربي بقى لانها ايه، اتصلحت تمشي الاخيره was repaired ولا was being repaired. طب هو ايه الفرق برضو؟ نسمع كده التوضيح من مستر رمضان. اتفضل يا مستر. مستر خالد بصراحه من جمل جميله قوي وفيها عايز واحد يفهم كويس الجمله ماشيه ازاي. هو انا بقول مش قادر استخدم عربيتي، مش معقول قلنا خلاص هي بتتصلح، بتتصلح فده حدث في الباست، والباست كان باست ايه كونتينيوس، كانت تصلح كانت بالزبط. تصلح فدي جمله بس عشان ما فيش مفعول او فيها الضمه زي ما قال مستر خالد. اعتقد يا مستر خالد يبقى رقم سي. تمام زي ما قال مستر رمضان it was being repaired، كانت تصلح. طالما في continuity استمراريه يبقى دايما بستعمل كلمه ايه being، يبقى نمبر 2 سي. طيب let's see number 3. We can't get on the plane yet. ليه؟ because it's cleaning, it's cleaned, has been cleaned, is being cleaned. هنا برضو في يا جماعه كلمه ممكن تعمل confusion معاك اللي هي كلمه yet، لان عاده yet refers to present perfect، بتدل على زمن اسم المضارع التام، فده هيخلي معظمنا يميل الى ها is cleaning ولا is cleaned ولا has been cleaned ولا is being cleaned. هيميل لهاز بين كليند بالظبط مستر بيقول لي هيميل لهاز بين كليند عشان يت. بس هي يا مستر كده هيبقى معناها انها اتنضفت خلاص. خلاص خلصت. فمنين هقول اتنضفت واقول مش قادر اطلع؟ يبقى المفروض تبقى ايه؟ ايوه المفروض تبقى ايه بقى؟ لسه بتتنضف. لسه بتتنضف زي ما بيقول مستر، يعني بريزنت كونتينيوس حاجه بتحصل دلوقتي لسه، اللي هي انهي واحده بقى مستر؟ از بينج طبعا. از بينج كليند زي ما استاذنا الفاضل بيقول لنا اتس بينج كليند. خلي بالك مستر خالد بيلعب باللفظ في الجمل قوي، عشان بس بقى خلي بالكوا مستر خالد حاطط تريكات عاليه قوي في الجمل دي. لا احنا بنحاول نواكب، بس احنا بنحاول نفيد الطلبه عن طريق برنامج مدرس على الهوا، فاحنا بنحاول نفيدهم ببعض الافكار الجديده على النظام الجديد اللي تواكب النظام الجديد، عشان مش كل الامتحان هيجي تقليدي، لكن برضه اطمنك ان نسبه الصعوبه دي لا تتجاوز من 10 ل 15%. تمام؟ نشوف نمبر 4 كده. A lot of birds space on the shore this year. طيور كتيره، عايز اقول بالعربي شوهدت هذا العام او لسه تشاهد هذا العام. من ضمن برضو الجمل دي جمله فيها برضو خباثه شويه كده، وير بينج سين، هاف بين سين، هاف بين سين سو. اكيد الاخيره مستبعده يا مستر لان سو دي معناها راى. تمام. فمش هقول ان الطيور رأت نفسها يعني. بس في طلبه يا مستر خالد في جمله زي دي هتشوف ذي سير هتعتبرها بس سيمبل. ايوه بالظبط. دي معرفش ليه اخطاء الطلبه الغريبه. كومن مستيك. بس سيمبل. الكومن مستيكس بتاعتهم. بالظبط. يا جماعه دي سير زي ما بيقول مستر رمضان معناها السنه دي. ليه تبقى باست؟ السنه دي لسه ما خلصتش، تبقى بريزنت. والجمله دي موجوده في كتاب اسمه الورك بوك عند حضرتك، يعني الكلام ده احنا واخدين صعبين بعض الجمل سنه، بس الكلام ده اوريدي اكزيستد ان يور سيت بوكس، موجود اصلا في الكتب بتاعتك. فعشان كده الاجابه هتبقى سي هاف بين سين، معناها انها شهدت وما زالت لسه بريزنت بيرفكت. تمام؟ حدث طيب. نمبر 5. ذا دايز سبيس باي طه حسين and was made into a TV serial. طبعا days هنا ممكن يا مستر الطلبه يفتكروها الايام. بلورال ناون. اسم جمع الايام كلها. الايام يمكن هم درسوها برضو عارفين ان the days هنا it's a name of a novel written by طه حسين. اسم قصه كتبها طه حسين، عشان كده تبقى مفرد زي ما بيقول المستر، وبالتالي هيبقى حلها ايه بقى مستر؟ هتبقى طبعا وزريتن. تمام نمبر بي وزريتن لانها باص سيمبل. تمام سيب بقى مستر رمضان يكمل لنا نيكست. نقول نمبر 6. شوف الجمل اللذيذه بتاع مستر خالد والافكار الحلوه اللي فيها، عايزه واحد بيقرا ويعرف الجمله ماشيه ازاي. Don't let yourself space كده by anyone. هل cheat cheating وشيتد وشيتنج بي شيتد. الناس عارفه ان let وميك وراه اوبجكت، وبعد الاوبجكت ايه؟ انفينيتيف. فطبعا هيقول لي طب ما هنا في باي حرف جر، يبقى دي جمله ايه؟ باسيف. باسيف. فاول حاجه هيبص عليها مين؟ البي والتصريف الايه؟ التاني. تمام يا مستر. شوف بقى مستر خالد كده قول لنا المبرر بتاعه. ايوه زي ما قال المستر طبعا كده. هو ببساطه لو انت لمحت كلمه باي، شايف كلمه باي دي باي اني وان بتدل على الباسيف، وزي ما مستر رمضان تفضل قال ان الباسيف فيرب تو بي وتصريف ثالث، مفيش ولا واحده غير الاخيره بي تشيت، مفيش ولا واحده فيها فيرب تو بي وتصريف ثالث غيرها. تمام؟ حتى هي معناها بالعربي ايه؟ لا تترك نفسك ان ايه؟
تغش يعني ما حدش يخدعك يعني تمام، تطلع بقى دايما بي تشيتد بي ديسيفد وهكذا. طيب بص بقى سبعه قريبه منها. أيوة مستر بقى اتفضل. ده انا عايز مستر خالد يوضح لنا دي بقى كويس اللي هي بتاع ايه دونت ليت يور سيلف انتو ساتش تريك. تمام خلي يعني بالك بقى ما تقعدش ايه تدور على بي والباسورد اسم ما انا عارفكم متبرمجين. ليت يور سيلف بي ليت يور سيلف بي يا ابني اقرا اقرا فكر شويه. شوف مستر خالد هيقولها لك ازاي بقى. هو ببساطه انتوا عارفين طبعا ان في افعال اسمها انترانسيتيف فيربس، افعال ما بتاخدش مفعول. اوكي زي كلمه فول، فول معناها يسقط يقع ايا كان المينينج يعني. فهنا انا ممكن زي مستر رمضان قال اقول دونت ليت يور سيلف، فالطبيعي ان هميل ان انا اخد بي فولن زي اللي فوقيها. لا هي فول معناها يقع يسقط، فبصفه عامه نقول ما تتركش نفسك تقع في هذه الحيل يعني فول انتو ساتش تريك او فول انتو ساتش تريكس. اذا الاجابه هتبقى اول واحده يا جماعه فول وليست بي فولن، لان فول اساسا من الافعال اللي ما تاخدش باسيف زي كام زي ارايف زي ابير او ديس ابير. اوكي وزي نيكست. بريك وزي بريك بريك داون كتير طبعا كتير طبعا. خلي بالكم بس من التريكات مستر خالد دي نمبر بنتعلم منك يا استاذ نمبر 8 ذا جريت بروجكتس المشروعات العظيمه سبيس اول اوفر ايجيبت ويل انكريز برودكشن. هو كاتب ثلاث اختيارات اربع اختيارات احلى من بعض which were carried out which are carried out carried out ولا نختار A و B و and C. وخلي بالكم من ضمائر الوصل المحذوفه هنا ممكن تستخدم برضو. هنسمع مستر خالد يقول لنا الاجابه. يمكن احنا يا جماعه كنا قلنا زمان واساتذتكم طبعا قالوا لكم الكلام ده ان لما بنلاقي اتنين كوما كده ممكن يجوز ان احنا بنختار البي بي فقط اللي هو كان اصل الجمله ايه. احنا لو خدنا الاولى ذا جريت بروجكتس ويتش التي وير كاريد اوت، كاري هنا بمعنى ينفذ طبعا، فالجمله معناها ايه لو خدنا اول واحده التي نفذت ولا نفذت؟ نفذت بالظبط، فتحس ان الاولى ماشيه ويتش وير كاريد اوت. طب لو بصينا على بي الفرق انها ار بدل وير، فمعناها ويتش ار كاريد اوت يا مستر انها بتتنفذ دلوقتي تمام، او فاكت ان جنرال يعني اللي بتتنفذ في مصر. طب برضه ماشيه. وخدنا بقى يمكن في اتنين كوما باينين اهم عاملين لهم لكم بولد كده يعني بخط تخين شويه، ان لما بيبقى في اتنين كوما كده عاده ممكن ناخد البي بي زي ما قال المستر ان احنا بنحذف ضمير الوصل مع فيرب تو بي وبنكتفي بالتصريف الثالث. عشان كده التلاته صح ويتش وير كاريد او ويتش ار كاريد او كاريد اوت. عشان كده ذا انسر از نمبر دي اي بي ان سي. عندنا بقى نمبر 9 اتفضل يا مستر. ماي كار سبيس داون ياستر دي. اظن ان مستر خالد دي قال بريك ولا بروك ولا وز بروكن ولا هابين بروكن. الناس كلها هتختار وز بروكن طبعا، انا عارفكم وعارف دماغكم. مستر خالد يقول لنا برضو احنا ليه اخترنا بروك. هو ببساطه ياستر دي بتدل عليه يا جماعه الباص سيمبل، والباص سيمبل هو ايه؟ سكند فورم التصريف الثاني، الماضي من جو وينت، طب الماضي من بريك بروك. طب بريك داون يتعطل، بروك داون يعني تعطل. طيب اول العربيه عطلت خلاص بروك داون. طب ليه مش ووز بروكن داون؟ لا دي بتقطع لوحدها مش حد هقولها ايه. طب حتى بالعربي عطلت السياره زي ما اقول ايه وات هابند مش وات ووز هابند تمام. اذا هي بروك على طول. اوكي طبعا بس في ملحوظه ناس كتير برضو ايه يعني لما يلاقي بروك مثلا كده فيشك يقول لك يعني دي جمله ثانويه عامه معقوله يا اسطر دي اجيب انا باص سيمبل؟ لا لا اكيد هي ووز بروكن او هابين بروكن، ويبدا يشغل دماغه كده زياده عن اللزوم ويغلط. لا الامتحان في جمل مباشره برضو. اوكي ذا لاست وان اخر جمله اتفضل مصر. اي هاف ا كار دي معناها ذيس مين ذات ا كار. طبعا هذه يا اولاد ما بتتحولش لباسف خالص، لها بدايل. نسمع مستر خالد يقول لنا البدايل بتاعتها برضه. ما اقدرش هنا يا جماعه لو انا عندي ري رايت مثلا زمان اي هاف ا كار كنا بنبدا بالاوبجكت فبنقول ا كار وهجيب فيرب تو بي اللي ملائم للزمن هاف ذا بريزنت يبقى ا كار از. ما اقدرش اقول ا كار از هات دي ابدا، بجيب بقى ايه سينونيمز اللي هي المرادفات اللي بتساوي هاف. بمعنى ممكن اقول ا كار از اوند باي مي، اون اللي هي رقم بي. طب ما هو بوسيس يعني يملك برضه. ايوه ما هي رقم سي صح اكار از بوسيست باي مي. طب واحد يقول احنا خدناها قبل كده اكار بيلونجز تو مي. طب ايه بيلونجز تو مي دي؟ تخصني يعني العربيه دي بتاعتي. اقول لك على حل رابع اكار از ماين، اكار از ماين العربيه دي ملكي. كل ده يعتبر ايه باسيف. عشان كده الاجابه دي اي وبي وسي. تمام احسنت مستر خالد احسنت مستر رمضان. حلقه من الحلقات الممتعه. في نص دقيقه لو عندك اي رسائل سريعه للطلبه بتاعتك اتسوكي. ما تهتموش باللي هيحصل في الامتحانات اكتر من انك تذاكر وتهتم بمذاكرتك دلوقتي، واحنا بننتظر الايام الاتيه ستاتي بما تفيض علينا. فبلاش تهتم الامتحان في ايه وهنعمل ايه وفيه كذا ولا ما فيهوش كذا وفيه قصه ولا لا وتضيع وقتك على الفاضي. ركز في اللي انت فيه، اشتغل على الستبس اللي عندك
شغل مع مدرسك زي ما بيشرح لك، واي جديد هو هيقول لك على الجديد اللي فيه. ده نصيحتي لكل الطلبه. مستر خالد، حابب تقولي للطلبه بتاعتك نص دقيقه؟ والله انا حابب اقول يا جماعه للجميع، لازم يا جماعه ايه تعمل اللي عليك. انت دخلت ثانويه عامه فلازم تبقى قد الموقف، فمش هينفع اقول ايه اصل الحاجات دي كتيره، اصل ما بحبش الانجليش، اصل الفيزيكس تقيله. حضرتك تعمل اللي عليك، انت عليك السعي وربنا عليه النتيجه بعد كده، وان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. فان شاء الله بتوفيق ربنا وبجهدك ما حكى جلدك الا ظفرك، فتولى انت امور نفسك. لازم تجتهد، مش هينفع نقول اصل حاجات كتيره، اصل مش عارف ايه، النظام اتغير. مالكش في كل ده زي ما قال المستر، مالناش دعوه الايام الجايه بقى فيها ايه، الامتحان شكله ايه. لا، حضرتك تركز في شغلك، اعمل اللي عليك. ما تسالش بقى مستوى الامتحان مش عارف، طب الكليه هتاخد ايه، طب التنسيق ايه. لا، يا اما ما كنتش بقى ايه يعني دخلت ليه طيب، لما انت مش قد الكلام ده. فلازم تبقى ايه، الولاد او البنات لازم يقد الموقف ويعتمد عليك، عشان ده حياتك ومستقبلك. هم كلهم شهر. اتفضل يا مستر. ومستر خالد، ما يعتمدش على السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، ان لا طبعا تبقى فوضى وسايبه. لا، ما ينفعش. لا لا طبعا، هو اكيد ما انت كده بتضحي بصراحه. اكيد كلهم طبعا فاهمين، وان شاء الله اولادنا مجتهدين، ونفرح بيكم كلكم ونشوفكم على خير في حلقه جديده. وطبعا خالص الشكر والتقدير لمستر احمد السعيد وفريق العمل الكامل. شرفتنا يا مستر خالد، شرفتنا يا مستر رمضان. اتمنى ان شاء الله نشوفكم في حلقات قادمه، وتمنياتنا القلبيه بالتوفيق والنجاح دايما لكل طلابنا الاعزاء. شكرا لكم. أنا بشكرك على الحلقة الجميلة بصراحة.